طيب المتسابق محمد عبد ملاق، محمد عبد ملاق فرع 30 جزء، تاكابا تاكابا من تاكابا. تاكابا من تاكابا برضو هنا. طيب اقرأ من قول الله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم.
كمثل الريح. انت ايش؟ لا ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. وأقسموا اتبع ما وما جعلناك عليهم حفيظا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنا عليكم وما أنت عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وأقسم ولا تسب الذين يدعون ولا تسب الذين يدعون من دون الله ولا تسب الذين يدعون من دون الله
تسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ثم إلى ربهم السؤال الثالث وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرون
كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحب فوقه موج أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج فوقه موج من فوقه سحاب أو كظلمات أو كظلمات في بحر لجي أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يروها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار حسبك اقرأ من أول سورة الجاثية بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق
وتصريف الرياح وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبر يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. حسبك، بارك الله فيك، أحسنت.